والآن جاء موعدنا مع الأخبار الاقتصادية مع زميلي رجائي رمزي جاهز الآن. أهلا بك رجائي، تفضل. أهلا بك نهى، أهلا بك ياسر. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسما توضيحيا حول قطاع الغاز الذي يعد واحدة من أهم القطاعات الواعدة في مصر في السنوات الأخيرة مساهمة في الصادرات المصرية. يأتي ذلك في ظل سعي مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة وتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي. هذا وقد شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصري نموا وصل إلى 385%، ذلك خلال العام 2021، ليصبح معدل النمو الأعلى على مستوى العالم خلال العام 2021. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يسلط الضوء على شهادات الثقة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري بفضل صلابته أمام أزمة كورونا. وركز التقرير على توقع البنك الدولي بأن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الجائحة، لافتا إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع من 3.3% في العام المالي 2020-2021 إلى 5.5% للعامين الماليين الجاري والمقبل. كما تناول التقرير توقع وكالة مودز تحسن تصنيف مصر الائتماني بفضل استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وخفض معدلات الدين. وركز التقرير على تأكيد الإيكونومست أن مصر لم تعاني من انكماش اقتصادي خلال جائحة كورونا. التقى وزير البترول طارق الملا مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية العاملة في مصر، ضمت أكسون موبيل وشفرون وبكتل الأمريكية وشيل الهولندية وأنرجن اليونانية، ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول إيجيس 2022. وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة الشركات وخططها في مجال البحث والاستكشافات وتنمية الحقول، كذا تقديم الخدمات الاستثمارية التي يتم ضخها في خطة زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية. أوضح الملا أن الفترة الحالية تمثل فرصة كبيرة للشركات لتكثيف أنشطتها في ظل مستويات الأسعار المرتفعة التي تشهدها الأسواق حاليا والمتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك، التقى وزير البترول طارق الملا رئيس شركة دراغون أويل الإماراتية علي الجروان، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر، ذلك في منطقة خليج السويس. وخلال اللقاء أعلنت شركة دراغون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أعلنت عن اكتشاف بترولي جديد لها في خليج السويس في مصر. ومخزون النفط المتوقع الأولي والمقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل، يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عام. ويعتبر الحقل النفطي الجديد أول اكتشاف لشركة دراغون أويل منذ أن أصبحت لاعبا فاعلا في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة بي بي البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس. أكد وزير الزراعة السيد قصير أن العلاقات ما بين مصر وأوروغواي تاريخية وعميقة، وهناك تعاون في مجالات عديدة، كما أن هناك رغبة كبيرة في زيادة التبادل الزراعي ودفع الميزان التجاري بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين. جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة نظيره بدولة أوروغواي فرناندو ماتوس، الذي أعرب عن تطلعه في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات مع مصر. واتفق الوزيران على توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصحة الحيوانية مع تشكيل لجنة فنية من الخبراء في البلدين، ذلك لتحديد أولويات ومجالات التعاون. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة
مشيرة إلى أن هناك فرصة متميزة أمام مجتمع الأعمال في أوروغواي للاستثمار بالسوق المصري. وخلال لقائها مع وزير الزراعة بدولة أوروغواي، لفتت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من سوق أوروغواي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أمريكا اللاتينية. من جانبه، وجه وزير الزراعة في أوروغواي دعوة لوزيرة التجارة لزيارة بلاده لبحث سبل وإمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وأيضا استعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين. إلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات. ارتفع رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.925 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 1.4% ليغلق عند مستوى 11563 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.18% ليغلق عند مستوى 1986 نقطة. فيما صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.14% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. نبدأها بالدولار الأمريكي الذي سجل 15 جنيها 66 قرشا للشراء مقابل 15 جنيها 75 قرشا للبيع. أما اليورو فسجل 17 جنيها 77 قرشا للشراء مقابل 17 جنيها 88 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيها 20 قرشا للشراء مقابل 21 جنيه 33 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، الدرهم الإماراتي يسجل 4 جنيه 26 قرشا للشراء مقابل 4 جنيه 29 قرشا للبيع. أما الريال السعودي يسجل 4 جنيه 17 قرشا للشراء مقابل 4 جنيه 19 قرشا للبيع. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع قاد المؤشر السعودي المكاسب. قفز المؤشر القياسي للأسهم السعودية بنسبة بلغت 1.2% ليغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من 15 عاما. أما في دبي فأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم مرتفعا 1%. كما أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبوظبي جلسة التداول مرتفعة بنسبة بلغت 0.3% مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا. ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح. قفز المؤشر ناسداك أكثر من 1% مع انحسار المخاوف من هجوم روسي على أوكرانيا. وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا بنسبة بلغت 0.35%. فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي بنسبة بلغت 0.63%. قفز المؤشر ناسداك المجمع 1.5%. ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير مع استمرار اختناقات سلاسل الإمداد، وهي علامة أخرى على أن التضخم المرتفع قد يستمر في معظم هذا العام. وقالت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 1% الشهر الماضي. على مدار 12 شهرا حتى نهاية يناير صعد المؤشر 9.7% في أعقاب قفزة بلغت 9.8%، كان ذلك في ديسمبر. وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عن زيادة قوية في أسعار المستهلكين في يناير مع تسجيل معدل التضخم السنوي أكبر زيادة له في 40 عاما. صدق البرلمان الأوروبي على قرار مجلس الاتحاد بشأن منح أوكرانيا مجموعة جديدة من المساعدات المالية بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار. أكد البرلمان أن هذه المساعدات ستقدم في شكل قروض وستعمل على تغطية ميزان المدفوعات في أوكرانيا، مثل ما يشير إليه برنامج صندوق النقد الدولي. بعد موافقة على قرار البرلمان الأوروبي، سيتم تحويل الأموال إلى كييف على شريحتين بقيمة 600 مليون يورو لكل منهما
ذلك في غضون 12 شهرا. تسهم روسيا وأوكرانيا بنحو ثلث صادرات القمح عالميا، مما يثير المخاوف من تأثر الإمدادات من هذه السلعة الاستراتيجية عالميا على وقع الأزمة الأوكرانية الراهنة. تلقي الأزمة الأوكرانية والمواجهات الحالية بين روسيا والغرب ظلال سلبية على الوضع الاقتصادي العالمي. أزمة خبز عالمية هي أقل ما قد تسفر عنه التوترات الراهنة، حيث يستأثر طرف الأزمة الرئيسيان روسيا وأوكرانيا بثلث صادرات القمح عالمياً. توترات انعكست على العقود الآجلة للقمح ببورصة شيكاغو والتي ارتفعت 7% خلال يناير الماضي. وتعرف أوكرانيا بسلة الخبز في أوروبا، وهي مسؤولة عن 10% من صادرات القمح في العالم. وخلال العقد الأخير صعدت أوكرانيا إلى المراتب الأولى في صادرات الحبوب، حيث كانت تهدف هذا العام إلى احتلال المرتبة الثالثة في القمح والمرتبة الرابعة في الذرة. وأعلنت عدد من الدول اتخاذ إجراءات لتأمين مخزونات القمح وتنويع مناشئ الاستيراد كالولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا. على صعيد آخر، وصلت أسعار الذهب ارتفاعها إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر على وقع الأزمة الأوكرانية، حيث يعد المعدن الأصفر ملاذاً آمناً للمستثمرين، بينما سجلت أسعار النفط أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي أي عمل عسكري متبادل بين روسيا والغرب إلى تعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى نهى توفيق وياسر عبد الستار لاستكمال هذه الجولة الإخبارية، فإليكم. شكرا جزيلا لك رجاء رمزي.